السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كالعادة أخوكم عبد الله إصبرن على قناة قلعة الشروح. اليوم أتيت لكم ببعض المنتوجات جيدة وبأرخص أثمنة. دائما يعني في المواقع هذا ما يتميز في المواقع الصينية. دائما في المواقع الصينية تجد منتوج جيد ويعني لا بس لا نقول يعني جيد يعني يبقى معك في مدى طويل. يعني يجب دائما أن تحافظ على هذه المنتوجات لكي تبقى معك في مدة طويلة. هذا الموقع اسمه دريس ليلي، يقوم ببيع جميع المنتوجات يعني جميع المنتوجات كما كان ملابس اكسسوارات الى غير ذلك. كما شاهدنا المنتوج الاول سنعمل له ايضا ريفيو فقط بثمن 27.24. هنا يمكنك ان تختار الكولر وهنا السايز حجم الحذاء. هنا اذا نزلنا الى الاسفل نقوم هنا بالديسكريبشن يعني تجد جميع يعني الوصف الخاص بهذا المنتوج، ايضا المعلومات يعني الخاصه بكي يرسل لك المنتوج في غضون 10 ايام او 30 يوم. دائما يعني اذا لم تقوم بالدفع الشحن سوف يصلك يعني في 30 يوم 35 يوم. دفعت يعني الشحن سوف توصل به الى باب منزلك وفي غضون 7 ايام. انا شخصيا وصلني في 7 ايام، سوف نشاهد ذلك. قم بالضغط على Add to Bag. نعم نعم هذا هو كما تشاهد، ف DHL لأنني دفعت عليه لكي يصل في سرعة. وصلني بغضون يعني 10 أيام كما قلت لكم. نعم هذا هو الحذاء كما تشاهد، هو جيد للأزياء. نعم سوف نشاهده بعد قليل. هناك ايضا منتوج ثاني وهو جاكيت. نعم جاكيت للبرد القارس. فهو ايضا جيد ويعني مصنوع من الجلد، هذا الشيء الرائع يعني مصنوع من الجلد. ودائما انت تعرف ان الجلد فهو يكون يعني بثمن يعني باهظ في الثمن، لكن هنا اذا اتينا في موقع دريس ليلي سوف تجده فقط ب 34.57 دولار كما نشاهد هنا. هناك في الوان بلاك بلو الى غير ذلك، يعني تختار اي لون تريده. هنا تختار يعني السايز الام ال دبل اكس ال برو اكس ال، فانا شخصيا اخترت الاكس ال لكن الان غير موجود وساقوم بالضغط على فهو جيد كما نشاهد. الله يعني مصنوع من الجلد، هذا النوع يسمى بسكاي. هنا الجيب تضع فيه الاموال باكيت. هو جيد. الآن أريد في التعليقات تقول لي يعني كيف أتاني، هل هو جيد أم لا. نعم هذا النوع من الجلد اسمه سكاي وهو الموجود الآن حاليا في السوق، لهذا يعني نجد أنه هنا بثمن 34 دولار وهو يستحق هذا الثمن. نعم نمر إلى منتوج ثالث وهو ساعة. ساعة أنيقة كما تشاهد، رخيصة لكنها أنيقة، هذا هو الشيء يعني الرائع في هذه الساعة. كما تشاهدون بها بالالوان، يعني انا شخصيا اخترت هذا اللون، هذا اللون اعجبني يعني ظهرني شخصيا يعني اعجبني هذا اللون، ويعني سنقوم بالضغط على اد تو باج. اوه ها هو نعم مغلف، دائما يغلف لكي يحافظون عليه. هو كما تشاهد نقوم بفتحه. سنعمل ريفيو الان فتابع معي. ايضا هناك الساعة الثانية هنا كما تشاهد يعني هي بثمن 4.42 دولار كما تشاهد. يمكنك ان تختار اي لون ايضا باي لون، انا اخترت يعني بالشكل الازرق. هي ساعة ماذا ساقول لك، يعني اشتريتها لكن لم تعجبني صراحة لانها يعني ضعيفة نوعا ما كما نشاهد، لكن يعني احببتها وقمت يعني بشرائها. تختار اي لون. نعم اخترت انا الازرق. اد تو باج. نعم هيا. اوه اذا فلكي نكتشف هذه السلع سويا ففاصل ونواصل.